برنامج الدورة البرلمانية اتضح نزول 36 مشروع قانون للمصادقة عليه بالبرلمان، وغاب مشروع قانون الانتخابات عن الدورة. مشروع قانون الانتخابات عرف فراغات قانونية عديدة بشهادة رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ووزير الداخلية الذي وعد باستدراك الوضع، لكن في نهاية المطاف الأحزاب السياسية ستخوض غمار المحليات تحت إطار القانون القديم. اتفاق ما بين وزارة الداخلية وهيئة البلد على أساس أنه بعد الانتخابات الشرعية راح يكون تقويم الأوضاع وتصحيح الاختلالات. هذا كان خطاب سياسي وإداري من هيئتين ذات سيادة، ولكن تبين مع مرور الزمان أنه اشتنى بالإرادات والنوايا، وبين التطبيق الفعلي لحد الساعة ما كانش آلية تنفيذية أو تعديل في قوانين أو مراسيم لتنص على تصحيح الاختلالات في التجربة السابقة. احنا مقبلين على الانتخابات بطبيعة الحال، يبقى وهذه الفراغات التي ظهرت وخاصة في الانتخابات الشرعية الفارطة 4 ماي، وكان فيه يعني الأحزاب السياسية يعني كحزب العمال ما قدرناش أننا يعني نراقب العملية بالطريقة اللي بحلنا فيها عن المراقبين. إذا كان يعني كان هناك إرادة سياسية تقدر تكون حتى يعني مراسيم اللي تقدر أنها تضبط العملية الانتخابية. قانون الانتخابات عرف العديد من الاختلالات ما يؤثر بالسلب على الاستحقاقات الانتخابية، يقول مختصون. مثلا فيما يخص التنسيق اللي موجود على مستوى مكاتب الانتخابية ومراكز الانتخابات، فيما يخص كذلك تمكين الأحزاب السياسية من محاضر لفرض الانتخابات مباشرة، فيما يخص كذلك التقاضي بعد وجود نزاعات على مستوى إيداع الترشيحات. إلى ذلك تبقى إمكانية نزول مشروع قانون الانتخابات إلى البرلمان بصفة استعجالية واردة، أو ستفتح هذه الفراغات القانونية الموجودة فيه الباب أمام المعارضة لاتهام الإدارة بالتزوير وتكرير سيناريو تشريعيات ماي الفارط.